السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عامل ايه؟ طبعا ان شاء الله بإذن الله فيديو النهارده هيكون عن اسعار الحمام بعد غلاء البنزين، يعني هنشوف الدنيا فيها ايه والكلفة، الكلفة غليت ازاي. انا جايب اصلا ب50 جنيه بتاع 2 كيلو ونص، ولا 3 كيلو الا نص، 3 كيلو الا ربع، ولا ايه يعني؟ قول 2 كيلو ونص، يعني 50 جنيه 2 كيلو وكلفة ونص ليه يعني؟ احنا بص كل دول كده ب50 جنيه، بصوا قد ايه، والله العظيم ب50 جنيه. شايفين ده؟ دول ياكلوا، ده ياكلوا حمام يوم يعني ياكلوهم مره واحده. شايفين يعني العدد؟ فما شاء الله انا ياكلوهم مره واحده في اليوم وخلاص. فنعمل ايه يعني، نسرق ولا نعمل ايه؟ بصوا الهوا، الهوا جامد، ما ينفعش نسيب هنا. بصوا ايدي كده، المشكله ان الزغاليل ممكن تتنطر مننا، فاهميني؟ دي المشكله، فانا ما بحبش انشف في الشتاء بسبب كده. فان شاء الله باذن الله في فيديو النهارده هنتكلم عن ايه، عن الاسعار. بصوا بصوا بصوا، الزغلول مش متملك نفسه، فاهمني؟ انا ممكن اقفل الشبكه واسيبهم تحت الشبكه، سيبت الكشك الاسود معاهم طلع والدنيا تمام اهو. الكشك الاسود اهو ان شاء الله، شايفينه طبعا اهو. بص شغال على الحمام، الله اكبر. طلع واقف على السور شويه بردك. انا ايه سيبته ليه؟ وشمعنا فرد الحمام الكشك الاسود ده اللي سيبته من العشه دي؟ فرد الحمام الكشك الاسود ده دماغه نظيفه، فاهمني؟ فانا بنقي الحمام اللي دماغه نظيفه كده وبسيبه. عندك مين تاني؟ عندك دول بردك دماغهم نظيفه بس ايه بيقلشوا فتقال، فاهمني؟ واخدين بال حضراتكم؟ ايه ده يا عم، ده يا عم انت ولا بتعود، انت بتاكل صباعي. بننقي فرد الحمام اللي دماغه نظيفه كده يا شباب، ولازم أن يكون دكر، وبسيبه. دماغه حلو برضه فرد الحمام، بص اهو ما شاء الله فرد الحمام، يعني الله اكبر. انا مش عارف فرد الحمام ده ايه ودنيته، بس خير ان شاء الله. بس هما قاعدين بياكلوا من هنا. قررت بس سايب بردك ده عشان بردك دماغه ما شاء الله. يا دي انت بتلعبش في ايدي، بص بص بس. انا بس انا مش عايز اتحرك عشان ايه فرد الحمام ده، يا رب ينزل على الأرضية على طول. إن شاء الله باظ، شغال يسقف بجناحاته. بص بص اللي بيلعب في إيدي ده، فين ده؟ أهو فرد عامة يعني، بس والله لازم أصور ده. شايفين؟ عيل صغير والله، مربين أطفال مش حمام. وبعد كده بيقول لي انا عايز اخرج، هنخرجه بقى بالحب بقى كده، نخرجه هو كمان. يلا بس يا عم زغلول انت، حاضر يا عم والله اخرجك يا عم، خلاص عمال يقعد في ايدي. حاضر نزله بس ده. حبيتين كرفة على الأرضية كده. الناس اللي بتحب النشر، يعني فيديو النهاردة هيكون نشر أهو، وطالعين نتكلم على الأسعار. إحنا ما اتكلمناش، فهنتكلم بقى. بصوا بقى يا جدعان، الكلفة كيلو بقى ب 18 جنيه. أسعار الحمام هتبدأ ترفع ولا الله أعلم رفعت ولا لأ؟ فأنت إلحق نفسك يا فندم، ولو كنت هتشتري حمام. بصوا فرد الحمام بقول عليه عائل، راح طلع ركب ركب في العيش. ايه ناوي تطير وخلاص؟ قافل الشبكه. طب اقفشك يعني ولا ايه؟ قول لي لو عايزني اقفل الشبكه وامسكك وادخلك عادي، انا معاك في الحالتين. لو عايز تنزل معاهم براحتك. خليك زي الكشك كده، ممكن نحبس الكشك معاهم والله، فاهمني؟ يا تنزل انزل يا تحت. يا تعالى لين بقى يا صغير، تعالى. ماشي، جه على ايدي، وقف على ايدي، جه على ايدي خالص. حلو جدع والله، عمل الواجب وبزياده كده. انا حبيت فرد الحمام ده خلاص.
طب ما جه على ايدي فاضل الحمد لله خلاص كده حبينا، مش عايزين بقى نخوفه، يا رب يكون باين معانا اهو اهو لوحده، ما حدش قال له تعالى على ايدي، هو اللي جه. ماشي يا عم، عايز تخش العين بتاعتك براحتك. تعال تعال يلا تعال، زي ما جيت انا هتيجي الاول انا، يلا يا ابن العبيطة يا ابن العبيطة انت، وش تعال تعال انت يا عم، تعال انت 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 حبيبي انت، تعال يا عم تعال اسمع مني، انا مش عارف ايه يا عم، عامل ايه عامل ايه يا عم شكشك، انت مسميه عايزين اسم حلو كده يا جدعان يعني. يعني هنشتغلها بقى ايه، رايح جاي كده ولا ايه؟ طب يا عم تعالى على ايدي احسن، بص برضو طلع فوق دماغي، الله يفرد عليهم عسلية. ماشي ماشي سيبه فوق دماغي شوية كده، احنا هنقضيها ايه، حمام بقى. يا اوعى تعمل حمام، اوعى اوعى تقولي، عارف لو عملت حمام وربنا بص اشلوحك ما اكلكش النهارده، اوعى كده. احنا هندخل الكوش كده بقى معاهم، تمام كده كده اصلا ايه جدع، ايوه الحمد لله مفيش حاجه ضاعت مننا يا جدعان، الحمد لله بفضل الله رقم واحد. يا عسلية انت عايز براحتك، عايز تبقى معاهم هو بابك اهو، فانت اختار لك حل، عايز تنزل تاكل معاهم وتبات معاهم براحتك، عايز تبات في العشة بتاعتك لوحدك فرداني براحتك برضو. الناس اللي لو عايزة تشتري حمام يشتروا يا جدعان من دلوقتي، عشان حمام هيغلى، مش هيبقى فيه ايه، مش هيبقى فيه فلوس معاك تشتري بيها حمام اصلا، لو اعلم اصل البلد هيبقى بكام وده هيبقى بكام. بس هو بصوا مش كانهم مسيطر. المهم دي تكون نهاية الفيديو، والناس اللي نسيتنا طبعا وما بتفرجش على الفيديوهات بتاعتنا وبتاع براحتكم، احنا مش هنتكلم. فيلا انت بتقلد اخوك طب ولا ايه؟ ماشي يلا يا اخواتي سلام.